جزاكم الله تعالى خيرا. يقول: بعض الناس ينكحون بناتهم بالبدل ويجعلون المهر متساويا أو مختلفا يسيرا، وهذا المهر هو ما يصرف في التكاليف اللازمة للزواج، وما يبقى منه يأخذه الولي ولا تعطى المرأة إلى اليسير، فهل يكون في هذه الحالة مهرا صحيحا أم لا؟ الشغار إذا كان في مرأة مقابل مرأة وليس فيه مهر هذا باطل، هذا هو الشغار الباطل، ولا يجوز للإنسان أن يطأ هذه المرأة التي أخذها طريق الشغار، حرام عليه وزنا، لأن هذا عقد باطل. أما إذا كان فيه مهر فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنه غير شغار، لأن في حديث ابن عمر أن الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فإن كان بينهما مهر فليس شغارا، هذا قول لبعض العلماء، والبعض الآخر يراه شغار ولو كان فيه مهر، لأنه لا يخلو من ظلم للنساء، لا يخلو من ظلم للنساء ولو كان فيه مهر، ولعل هذا هو الأقرب والصحيح، فيتجنب هذا الأمر. نعم.